صاحب الأخلاق، رفض الإيمان، صفات جميلة. وأزعم أن أنا من أكثر البشر معرفة بأخلاق هذا الرجل الكبير، الأخلاق الكبير في الدنيا. صحيح دكتور نبيل العربي، هذا إنسان أكثر ما يميزه أنه طيب القلب، ممارس في نفس الوقت على اطلاع بكل المسائل، يقرأ بنهم ويتحدث بطلاقة، وله خبرة كبيرة جدا وباع في المسائل القانونية. كان ممثلا للثقافة العربية في محكمة العدل الدولية. وأشكر أخي السيد عبد الله الخشعري لمبادرته وإصراره على دفع الثقافة والإعلام في المجتمع المدني العربي من المغرب إلى المشرق إلى جنوب العالم العربي. وهو عمل شاق ومهم، خصوصا إذا تعرضنا في التحليل للوضع العربي في هذه المرحلة الهامة من تاريخنا. فإذا كانت السياسة تفتح الباب إلى بعض الصدام بين الدول العربية، وإذا كان الاقتصاد أيضا يمكن أن يؤدي إلى بعض التنافس بين الاقتصاديات العربية، فإن الثقافة تفتح بوابات التفاهم والتكامل والتفاعل بين المجتمعات العربية التي تستمتع سوياً بالفن، بالأدب، بالشعر.